طارح الكاميون راه مليون حسبت صافيه على هذا الشاطئ الشيخ شان عمق تشاهدون معنا في عين مكان انقلاب شاحنة بمدار زي العابدين بأسف. شاحنة محملة بالرمل كارثة غير متوقعة. شباب شباب
السلام عليكم، مرحبا بكم. هنا شنو وقع؟ معكم عبد القادر مزرعة منسق جهوي المصرف الوطني لجنيه حيطان، محارب الفساد في المياه المال العام. ساكنة الأسف استحقت على فضيحة كبرى، منها أن هذه الشاحنة محملة بالرمال أنها سقطات في هذا الشاطئ. ودائما كنا كنحضروا المسؤولين من هذا البولفورسي، كنقولوا بأن ما غيتحملش أن الشاحنات اللي كدوز من هنا، الشاحنات كلها اللي كتمر من هنا محملة بالرمال، هذا الشاطئ ما كتقدرش تحمل هذا الشاطئ، تحمل هذيك الحموله. وحتى المسؤولين انهم يتحملوا المسؤوليه ما كيراقبوش هذيك الحموله ديال الشاحنات. راه هنا كلهم الشاحنات اللي كيمروا من هنا من البولفوارسي كيهزوا اكثر من الحموله ديالهم بدون حاسب بدون مراقب. والمسؤوليه هنا كيتحملها المجلس البلدي وكذلك لاراديس. هذه فضيحه كتنضاف من الفضائح ديال المجلس. قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.